أسدلت فعاليات منصة أبطال دو لكرة القدم الستار عن موسمها الثاني في دبي، وتحت أنظار أكثر من 10,000 مشجع وبحضور نجمي الكرة الإسبانية كارلوس بويول وميشيل سالجادو وعدد من المسؤولين الإماراتيين البارزين، شهدت المنافسة مشاركة قياسية لحوالي 7,000 مشارك من شتى أنحاء الإمارات، وشهدت فئة الذكور تتويج فريق المواكب بلقب هذا الموسم، أما في فئة الإناث فكان التتويج من نصيب مدرسة جو برو سبورت. استمتعت كثيرا وأنا فخور بتواجدي هنا والمشاركة في هذه النسخة الجديدة لمنصة الأبطال لكرة القدم. إنه جيل موهوب من اللاعبين الشباب، وهذه المنصة تتيح لهم فرصة لإظهار مهاراتهم وتعزيز فرص اكتشافهم بواسطة كشافي الليغا الإسبانية. مثل هذه المنصات تلعب دورا حاسما في تحديد مستقبل اللاعبين، هي فعلا منصة لتحقيق الأحلام، وأنا فعلا أعجبت بأداء بعض المشاركين، لديهم مواهب كبيرة وأتمنى أن أرى بعضهم مستقبلا بالدوري الإسباني. منصة أبطال دو بموسمها الثاني أكبر وأقوى من السنة الماضية، أكبر من ناحية عدد المنتسبين، عند أكثر من 7,000 لاعب ولاعبة لعبوا في دوري المجموعات، وأقوى من ناحية مواهب اللي اكتشفناها. مثل ما بتعرفي هيدي منصة اكتشاف مواهب، الفرق اللي اتصلت معنا هالسنة هيدي مستواها أعلى بكثير من السنة الماضية. الحمد لله قدرنا نكتشف أكثر من 120 موهبة بجميع الفئات العمرية. في آخر الشهر هيدا هنختار أفضل 22 لكل فئة عمرية. اليوم شاهدنا ما شاء الله لعب نظيف، شباب في منتهى العمر، شباب يعني يبشرون بالخير في المستقبل. أيضا الجمهور اللي موجود كان له دور كبير. أتمنى إن شاء الله هذه البطولات استمرارها في داخل المدارس على مستوى العام الدراسي، لأساس نحصل خامات تطلع من هذه المدارس تغذي الاتحادات والأندية في دولة الإمارات.